حسن سعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية. الحدث اليوم هو أكبر تجمع شبابي سياسي حزبي في المغرب. جامعة الشباب الأحرار في الدورة ديالها الرابعة استطاعت أنها تجمع أزيد من 4500 شاب وشاب من مختلف مناطق المملكة ومن كذلك الجهة 13 باش يناقشوا مواضيع عندها علاقة بالدولة الاجتماعية واللي كتجي في واحد السياق اللي كان فيه كثرة ديال التساؤلات، كثرة الهجمات، كثرة التحامل سواء على الشخص ديال رئيس الحكومة ولا على الحكومة. وشفنا مجموعة يعني من التهجمات وكاين اللي كيعيب على هذه الحكومة أنها ما كتخرجش باش تكلم. البارح الجواب في الجلسة الافتتاحية كان تلك اللحمة بين الرئيس وبين المكتب السياسي والبرلمانيين وبين الشباب اللي جاوا باش يساندوا الحكومة. وجا كذلك الجواب ديال هاد التساؤل ديال فين كان السيد رئيس الحكومة، فين الوزراء. جا الجواب البارح على لسان سي عزيزة خنوش، حنا مشينا كنخدموا باش نلقاو ما نقولوا. هذوك الناس اللي كانوا كيهضروا بلا ما يخدموا راه عاقبوهم المغاربه. راه ما يمكن شي واحد الا كان كيتسنى منا ان نديروا نفس الاسلوب اللي مشى دا واحد الحزب يحصل من 125 على 13 مقعد، ما يمكنش نكرر داك الاسلوب. راه هادو كانوا كيتكلموا ليل نهار وكانوا الوزراء ديالهم كيخرجوا وكان الامين العام ديالهم ما كيخرج من التلفازه ومن اللايف، ولكن الجواب والنتيجه كان انه تقهقروا من ديساتياميتاج وهما قالوها بفمهم. اذا اليوم حنا الاسلوب ديالنا مختلف والمغاربه بغاونا بهذا الشكل، والمغاربه صوتوا علينا وحنا وهما عارفين الوزراء ديالنا كي دايرين وعارفين سي عزيزه خنوش كي داير. لذلك البارح قال لهم مشيت كنشتغل عام، كان بامكاني انني نخرج كل اسبوع، ولكن مشى اشتغل وعرض البليون ديالو في التعليم وفي الصحه وفي الشغل، وكذلك اعطى وعود واعطى كلمته بان كل ما تم، وهذه اللي بغيت نختم بها، كل ما تم الالتزام به في البرنامج الحكومي غادي يتنفذ وغادي تكون ان شاء الله هذه اول حكومه تلتزم ب 100% من برنامجها الحكومي.